معلومات من غوارديولا ليكسب برشلونة. ترجع كرة، هذا ما قاله يوب هينكس، والكرة ترجع مرة ثانية. كنترول، اختيرة صعبة، الانطلاق، التوزيع، بشكون اختيرة برشا، بشكون اختيرة برشا. دونتي والراس والهدف الأول، الهدف الأول للبافاري. قلت لك باش تكون اختيرة برشا، باش تكون صعيبة برشا، باش تكون مهمة برشا. 1-0 لكتيبة الرومينيجي، وهونس 1-0 لبايرن عن طريق مولر. 1-0 بالراس. المباراة تتوتر، المباراة تتطور، المباراة ستخرج من عمق الزجاجة، من الحسابات. البايرن الهجوم الرهيب، الأحجار الكريمة يا منشك. دانتي بالراس والثانية بالراس، آخرها شباك، آخرها اهتزاز، آخرها اهتزاز للمرمى، واهتزاز للمدرجات، واهتزاز بالأعصاب، واهتزاز بالأفراح. 1-0، دانتي يغلب ألفيش، وبيكي يخسر الدويل مع مولر. رأسية ودبل راس، اتحقق الكاس والسعاد الناس لعشاق باير. 1-2 يحط الساقو، الآن تجي الساق الروبان، رد بالك بالراس، والهدف الثاني، الهدف الثاني البافاري. ما يحموش السوبر ماريو جوميش. جول دي اس باير مونشن. 2-0 للبافاري. ما يرحموش. ما ترحمش يا هونس كيما كنت انت ملاعبي، ما ترحمش يا رومينيجي. هدف فاير للصفر. ماذا يحدث في الالينس ارينا؟ الدمار الشامل بكرة الثانية. فماش تسلل من هذه الزاوية، الدفاع يغلط، كل الكرات العالية ياخذها منشن. شوف الكسيس الكارثة اش يعمل، يطلع ويعمل الولاد قصار والبايرن طوال، ومولر يصنع هدف ويسجل جول، ونتيجة 2-0 بلغة التور. الله الله يا عبد الله، الله الله. إذا تفرج في كورة ممتازة جدا من ريبيري، وفرصة كبيرة، والثالث عن طريق روبان. روبان يتعدى، روبان والهدف الثالث. مش ممكن. أريون روبان، جول. الهدف الثالث لبايرن ميونخ. مش ممكن يا البافاري، مش ممكن يا الألماني. أمان يا الألماني. 3-0، 3-0. نسينا المتعة الأولى بتاع ريبيري. شوف الباس، شوف إيش يعمل. شوف هاو قربت، هاو تخلى، هاو سدد، هاو حتى جول. 3-0 لياريان، 3-0 للصاروخ. بالسرعة كانوا أفضل، بالقوة كانوا أفضل، بالخطورة والنجاح كانوا أحسن. هنا فما بلوكاج، هذه بلغة الباسكيت، فما بلوكاج. شوش عمل مولير؟ لا خطأ يا حكم، لا حكم، يا حكم، يا كساي، يا فيكتور، الله يهديك يا كساي. هي الكرة هفوات، هي الكرة غلط، هي الكرة أخطاء، والنتيجة ما يغضبش. 3-0، باي باي. يلزم هدف لبرشلونة، ولكن أين هذا الهدف؟ والرابع، والهدف الرابع، وبالحق باي باي. الرابع وبالحق اديوس. الرابع عن طريق توماس مولر. المنشن يلقن الدروس ويرفع الروس، يرفع روس المانيا. لم تكذب ميركل، لم تكذب المستشار لما قالت ارى الفاينل في ويمبلي. بايرن دورتموند في الجزء الاول يقتربون، وفي الجزء الثاني يحلمون ويتمنون غدا ان يعطي بروسيا خطوه كبيره نحو نهائي بوندسليغا، نحو لقب لدوري الابطال. غاب عنهم سنين وتمنى عنهم سنين، ولكن سيعيدونه الى ارض المانيا، ارض الالمانيا.